قل فاول بعد. روح ساتش روح. خلص الهدف الثاني. اوه الهدف. اوف. طيب اليوم بنكمل المهنة. الحلقة اللي فاتت لعبنا فيها مباراة ليفربول وتوتنهام ولعبنا مباراة يونايتد، كلها فزنا فيها وفزنا بالكاس على توتنهام. واليوم عندنا مباراة أتلتيكو مدريد في ربع النهائي، فيلا خلونا نبدأ على طول على المباراة. أوكي الصعوبة جربنا مطلق، حنا أصلا ما في شيء أعلى منه، فشكلي بلعب برضو بلعب مطلق في المباراة ضد أتلتيكو مدريد. واو هاي أوكي هاي متسلل متسلل شباب. أوكي واضح أن أتلتيكو أصعب من الفرق اللي في الدوري الإنجليزي. أوه أوكي صح هزارد. اطلع 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 يا سلام ايش ذا الشوتة وش ذا الشوتة. تكفو ورنر يقطع بليسها كورة كيف ما دخلت. هزار هزار اقول شباب عاد ذي عاد ما نمشيها عاد جالس امشي انا طول السلسلة. دقيقة خلنا اضبط الكاميرا بس شوفوا ايش صار الورنر. ركزوا على ورنر ها كسره شوفوا كسره ما مع كوره بلنتي. هذه فاول الحين. اص يا ورع يا حكم فرضني اثنين الحين والله على مرتده. روح تكفى الثاني ثاني زاها يا الله زاها ذا. اوه قطع بليسهم يا شيخ. قل فاول بعد. روح ساتش روح. اخلص الهدف الثاني. اوه الهدف. اوف يا الهدف. سكتهم 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 بالله. اسمعوا كيف جمهورهم سكت عشان يعرفون الغش. صح مشها قدام مشها قدام صح عليك الله الثالث بلاك. يا الله برونو فرنانديز ركز فاهي ذا. يا سلام يا فان دايك والله الشوط الثاني افضل الشوط الثاني افضل. ساتشو يو لا هذه عاد ميد بلنتي عشان نكون يعني صادق. واو وش يسمون هذه خلاص صفر شحتري. يو فان دايك يا اسطورة. اوكي 2-1 فرض اتلتيكو صعوبة مطلق والحكم الغى بلنتي بس. اوكي هذا ترتيب الدوري. بلعب الحين الجولة رقم 32 ضد توتنهام بس اني ماني بلاعبها انا. بلعب التشكيلة الثانية وبسوي لها محاكاة. خلونا نطلع زاها بس عشان ما يتعب. دخل اي واحد. لاني صراحة الدوري تقريبا وضعي تمام. وبعدها مباراة اتلتيكو. عشان كذا خلوني ادخل بالتشكيلة الاحتياطية. والله يستر. والله اني احس انها خمسة. 2-1. ساتشو هداف الابطال. توني ادري يستاهل بعد. يلا بسم الله ان شاء الله نجلدهم جلد. يا عيني البداية القوية. هذه المين. اوكي هدي هدي هدي. اوه فرنانديز بثر. يا سلام يا الهجمة. اوه اوكي لا لا بادي انا بداية حلوة. شباب وش الدفاع. يا سلام
تكفى 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 ساتشو يلا يقطع بليسهم. برونو فرنانديز عمى عمى كم طاقة هرنانديز ذا؟ اوكي 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 يلا يلا يمدي 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 يا ليل. شوفوا هرنانديز شلون قوي الوسخ. اوف يقطع بليسه وترى لو سجلوا ثلاثة خلاص تصير مرة صعبة المباراة. هي الحين صعبة وهي اثنين. تكفى يا زاها مدري ويرنر وين رايح. السلام على الكنترول يا برونو فرنانديز. يلا 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 اوكي هجمة حلوة هجمة حلوة ذي مرة. يا سلام يا شيخ. اوكي لو جلسنا زي كذا نروح شو اسمه شوط اضافية. سلام اطلع هازارد يا اخي اطلع شوي يمين. برونو فرنانديز الله بلاك يا نشبة يا نشبة. شوت برونو فرنانديز وبلاك وش ذا سوبرمان. طيب ليسه فان دايك يا اخي نط الله يرحم والديك. اوكي وده هناك يوه وده هازارد ايه شيخ خسوني تأهلون. مدري ليش حسيت بالخطر. اوه اوكي صح فان دايك خلاص حكم. اوكي متسلل خلاص تأهلت خلاص طير امها قدام وصلها لين بلاك. افو والله لو شت على الطاير. اوكي طلعناهم والله مباراة صعبة. اوكي هذه النتائج الأخيرة. توتنهام تأهل وأنا تأهلت جوفنتوس وبايرن. اوكي احتمالية يعني صراحة ما أبي أباري جوفنتوس لأني أتوقع باريتهم كثير الموسم اللي فات خلاص. جوفنتوس